جاهزين نتعرف على بعض واشوف انتوا عارفين بعض قد ايه؟ سخن كده واحنا واقفين، بس انا عايزاكم تصحوا. الاسره دي نايمه. جاهزين؟ جاهزين. ايوه كده اصحوا لي. طيب ماشي، تعالوا نبتدي على طول بالاسره دي. قول لي ايمي بتحبي ايه اكتر لون؟ البيربل. بيربل صح؟ الموف؟ ماشي سهله طيبه. قولي لي اسر ايه اكتر اكله بيحبها؟ الكشري. الكشري، برافو يا الصوره والله العظيم جدع. ماشي قولي لي مين اكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ مش عارفه؟ هي ايمي. مين؟ انت عارف قول. مامته. مامته حبيبي. مامته ليه تيتا يعني. ماشي اوكي. قول لي مين البيست فريند بتاعت ايتن؟ في اثنين. اثنين اسمهم ايه؟ ايه؟ شادن وليالي. شادن وليالي صح؟ في حد تاني بابي بس؟ مريم. مريم عشان ما تزعلش. ماشي اوكي. ايه اكتر حاجه هما بيتخانقوا عليها؟ لعبهم يعني. دي بتاعتي ودي بتاعتي وبتاعتي وبتاعتك وكده. وايه كمان؟ دي اكتر حاجه. اللعب. اللعب فعلا دي اكتر حاجه بيتخانقوا عليها؟ وقالت لي وقال لي وبص لي وبصت. طب احنا هنحل المشاكل دي امتى يا ولاد؟ يعني هنفضل كده حياتنا بص لي وبصيت له وقال لي وقلت له؟ جيتي على الجرحى. فجيت على الجرحى، انا هغير الموضوع بسرعه. ايه اكتر حاجه بتخلي ياسر مختلف بين صحابه؟ سؤال لبابا وماما بتميزه يعني. دمه خفيف. دمه خفيف. كوميديان انت، كوميديان الشله، عرفتك. اوكي. ايه اكتر حاجه بتميز ايمي ما بين صحابها؟ اكتر حاجه بتميز ايمي بتبان ليدرشيب. ليدرشيب. وادم؟ ادم تمثيل. بتمثل يا دودو؟ بتقعد تمثل ايه بقى، تيك توك ولا بتعمل ايه؟ بعمل تيك توك، بس عملت تيك توك. تقعد تعمل تيك توك كده على طول وتقعد تعمل حاجات كده. ماشي اوكي. ايه اكتر حاجه يا ايتن بتضايق اخوكي؟ ان حد يقعد ينزل عليه او يضايقه يعني، فبيتنرفز منه، او ان هو يخسر في الكوره. او ان هو يخسر في الكوره. ده تخليه بقى يتحول وكده. حاجات كتيره قوي احنا يعني واضح ان كفايه كده تعارف، وحاجات كتيره قوي نتعرف عليها اكتر اكيد من خلال رحلتنا.